رجعنا لكم مشاهدينا وكل اللي قاعد يتابعونا في حليمة بارك مع لعبة المسرح وفريق الأمارات. يتفضلون معانا. المشهد كالتالي، يتفضلون معانا هني عروسة. لا مو هذه، بنشيلها هذه بقى، بخليها الصعبة لسمير وسدى. اللعبة المسرح راح تكون مراهق في الستين، رجل في العقد السادس من عمره يفتر في المجمعات ويعاكس الفتيات الصغار، ولكنه يصطدم في يوم من الأيام بابنة جاره الملسونة اللي تكيل لها الإهانات، فكيف سيكون الموقف بينهما؟ والحكم للجمهور. يلا انا اقدر اساعدكم. انت اللي انغازلت، لان انت تستاهلين واحد يغازل. ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ ما بدينا المشهد صبري. عاد وانا حامل، شلون بتغازلني يعني؟ بطني قدامي. انت اللي ماني شايف بطنك. يلا هذا بعقاب يغازل. يلا بسم الله. يا الله غربل. هذه الحليمة بولندية. يا زين هالفتاة، والله لا أطلق أم عقاب وأخذ شنتي وأطلق الحلال، أبيعه كله وأشتري فلة على البحر. إيش تبي بعد؟ إيش تبي حجي؟ ها؟ إيش تبي حجي؟ لاحقني. على سنة الله ورسوله. أم ضيقت بنتك ما أنا عيب. وهذا هذه المصيبة، أنا لو تشوفين عندي في البيت ما غير والله تلوع زبدك. عندي تطلعين في التلفزيون حليمة حليمة، وانا ميت في حليمة بصراحة. مو شايف بطني قدامي حامل؟ انطرت انطرت للولادة. يلا يا الجارة طفوا. جارنا؟ هلا. ما تستحي على وجهك. خلينا نحاش. ايش تسوي؟ انت ما تستحين. انا بنحاش. هي طلبت مني مساعدة. أي مساعدة؟ قالت أبا أولاد وبا تطلق، تبيني؟ قلت لها أي. أنت تبيها؟ الله الله تعالي. برافو الجمهور، شنو رأيكم؟ الجمهور أعطاكم الخمس نقاط. 13 نقطة لفريق الأمارات، تحية كبيرة. خلونا الحين نشوف مشهد المسرح لسمير غانم وشدة حسون وسفاح ومرات. تفضلوا على المسرح. امسك البتاع. تفضلوا. المشهد راح يكون مشهد اللي عروسة جعلت ليلة الزفاف مناحة وغم وصيحة بعدما راودها الشك ان زوجها اللي بيبصبص ابو عين زيغة يا سمير كان ينظر لاحد المدعوات في العرس، فكيف يتصرف الزوج معها؟ تفضل يا مدعوة. انا مدعوة؟ يلا طبعا اساعدهم. الفرقة اول شيء خلونا نعطي مشهد عرس. يلا تن 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 تن. ايه يا حبيبتي في ايه؟ انت بتبص لها فين؟ ما ببصلهاش يا حبيبتي. انت بتبص لها؟ بس يعني دي مدعوة في الفرح. مدعوة ازاي؟ مش فرحنا انا وانت. ايوه بس ازاي بتبص لها كده؟ انا عروس النهارده. ايوه حبيبتي، ما هي دي اخر ليله للزوج. المؤيد اخر ليله ازاي؟ حبت هوا حبت هوا. وبعدين قالوا لي ان دي حليمه، بس في حد ما يبصش لحليمه. ايوه في ليله عرسي انا يا حبيبتي. ليلة عرسك على راسي. انما برضه الراجل لازم شوية هوا شوية هوا عشان نقدر نكمل. هما قالوا لي يا حبيبتي انها اختك. هي مش اختك؟ لا دي مش اختك والله. اختي اللي دول خواتي الخمسه اللي موجودين هنا. ما فيش اي حد في الفرح دول تبعك؟ ما فيش ولا حد تبعي. انا اسف
واعتبريني مش هعمل كده تاني، بس عايز اقول لك حاجه. اوكي برافو على الزوج اللي يعتذر. برافو. بقيت شايفك عينك هتتجنن على الشاب اللي كان عدى قدامنا مرتين ده. انا شايفك. ليه ده مش المأذون؟ عدي بقى عدي يا جيني. عدي 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 عدي. ليه ده مش المأذون؟ يعني بتحب المأذون؟ لا 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 اوكي اوكي يلا بينا. خلاني برافو خمس نقاط. خمس نقاط لكل الفريقين في المسرح. 13-13 للأمارات والسفاح ومراته. الحين بعد ما كانت النتيجة 13-13 خلونا نبدأ مع الأمارات ولعبة السكوتا. يلا تفضل فريق الأمارات لسكوتر. ثلاث لفات خلال دقيقة بخمس نقاط لعجيمي. يلا ورنا شطارتك أنت وعودة. يلا يا وعد. صفح مالوش في ولا مراته ولا مراته. امال مين؟ بنتهم مثلا؟ ولا حامل. يلا اتفضل. ولا حامل. احنا ممكن نتفكر نتفرج عليه بس. لا انا الركب مش هتشتغل في السكوتر. يلا يا زيكو جهز لهم السكوتر ويبدا التايم يشتغل مع اول خطوه. شغل اذا تبين تشيلين الكعب على ازاي انا ولا انا ما اعرفش حبيبتي. يلا يا شذا. يلا يا شذا. ممكن واحد من يلا يا شذا. يلا يا شذا. شذا شذا. برافو شذا شذا. جورج كل يوم الفير قاعدكم. متعب قوي السكوتر ده. حبيته. متعب قوي. الحين راح نشوف العقاب. يا دي العقاب. على العقاب. كده بقى العقاب ومراته. اغنيه راح تكون بين العقاب ومراته.
خليني اجيب ميكروفوني لان لازم انا اعطيكم الطبقه. طبعا يعني مو كذي وعد 100%. الاغنيه هي بقى بسم الله عليك. خلوني اختار. شوفوا شوفوا الروح الزينه، شوفوا الطال فريق الطيبين. شاء الله العقاب راح يكون اغنيه. اغنيه ايه؟ أغنية شعبان عبد الرحيم لما يقول حاب أبطل السجاير وأكون إنسان جديد من أول يناير هروح أشيل حديد. واكون انسان جديد من اول يناير هروح اشيل حديد. يلا هروح اشيل حديد، هشيل حديد، هقزقز في السوبر مش هشرب شاي خفيف وهنزل الوكاله واجيب قميص جديد. هقوم الصبح بدري وانط الحبل نط هغذي نفسي واكل واكل حمام وبط. ايوه واغذي كويس نفسي واكل حمام وبط. بس خلاص بس خلاص. النتيجة حتى الان في من تعش في من تعش واشي الحديد. اذا النتيجة 14-18 وليس 18-18. خافوا 50 كيلو نزلوا ويركضوا ويسكتوا حق العربية بعد. والحين بعد الهي خلونا نقول باي مع الجزء الثاني. كل يوم معاك كل مكان تكون مع النجوم مع النجوم وياك. Bye, bye, Halima, bye.